بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل سنة وطيبين وكل عام وأنتم بخير، ويعود عليكم رمضان سنين وسنين وأنتم بصحة بصحة، وتتمتعوا بهذا الشهر الكريم إن شاء الله. 30 يوم بإذن الله يكون لقائنا بإذن الله، إن أراد الله لقاء يومي. هيبقى له نظام مختلف عن الحلقات اللي تعودتوا عليها، إن احنا هنتكلم كل يوم عن قيمة عشان ولادنا، ولادنا يسمعوا الكلام ده، لأن احنا حاليا الإعلام مش مركز قوي على القيم، سواء سينما أو مسرح أو راديو أو تلفزيون أو تليفون، مش مركز على القيم، ودي حاجة بتقلق. ليه؟ هنجيب 100 واحد، 10 من 100 منحرفين، مهما عملت فيهم، مهما عملت بشع، و10% لو حطيته في فين؟ ملتزم، ملتزم، باقي كام؟ 80 حسب الجو. الدراسة دي معمولة، 10% من الناس ملتزم، مفيش حاجة تغيره، إن شاء الله تحطه فين؟ هو زي الفل. و10% أما تعمل له إيه؟ هو هو. لكن في 80 الوسط يغيره، القيم اللي بنقولها له. لو قعد مع ناس بيشجعوا قوي الشذوذ ومعمول له فيلم ممكن يبقى شاذ، واللي اتكلم ياخد ذنبه، هو لا هو وحش ولا هو كويس، هو لسه بيكون، فتكون بفكر معين هيطلع كده. قعدته مع واحد فاكر ان الشطاره هي البلطجه ويضرب الناس ويذبح ده ويعمل ده، هيطلع كده، هيفتكر الشطاره كده. 80 بيعتمد اخلاقه على الجو اللي هو عايش فيه. ارجو الله من كل اعلامي ان يراعي هذا القيم. يلا نعلم ولادنا قيم، ايه المشكله؟ انا اخترت لان بنبتدي رمضان اهم قيمه في حياتنا وهي الصبر. قيمه الصبر مهمه جدا جدا، الصبر على الصيام، الصبر على الفقر، الصبر على المرض والعياذ بالله، الصبر قيمة كبيرة جدا جدا، الصبر على أي بلاء ده مهم جدا.